مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، كما شفتوا هرمنا من اجل هذه اللحظه افتتاح ديال الكره الارضيه. شحال هذه ما تزنا من تحت الكره الارضيه، واليوم تزنا وشفنا الجماليه ديالها وشفنا الديكورات الجميله وشفنا الناس مخرجين وليداتهم كيلعبوا فرحانين، وهذا الشيء اللي بغينا بلادنا تكون يعني بلاد سياحيه 100% بكل تواضع. هرمنا من اجل هذه اللحظه ياك، شحال هذه ما تزنا من تحت الكره الارضيه. ضروري. شحال من عام ما دزتيش من تحت الكره الارضيه؟ اول مره تصوبوا هذا الشيء هذا الدس. شحال من عام دابا ما دزتيش؟ تقريبا اربع سنين خمس سنين. شحال هكاك؟ شحال خمس سنين. دابا من هوتي كيجيك الجماليه والرونق. المنظر جميل وكل شيء جميل وكتجلس داك الشيء مخير. فرحتي من دزتي؟ ضروري. فرحتي داروري. بكل التواضع. ضروري. كنشوف الاخت فرحانه بان افتتاح ديال الكره الارضيه، شحال هذه ما تزنا من تحت الكره الارضيه ياك؟ هي عندك الصح، انا اليوم سمعت بها وجيت انا باش نشوفها وفرحانين بزاف، وكنشكر الناس المسؤوله اللي قادوا لنا هذا المكان الجميل وان شاء الله نشوفوه. الديكور ديالها بعدا يلا غادي نشوفو دابا نستكشفو، باينة من الخارج ديالو زوين. وشحال من عام ما دزتيش من هنايا؟ وعليا شنقول لك، دابا ست سنين كندوز كنلقاه مسدود. دابا تخرجي الوليدات شويه يلعبوا لنا نخرجهم، وهذا قالنا راه المنظر زوين ان شاء الله غادي نشوفو. كنشكر ثاني مره المسؤولين اللي فكروا فينا ودارنا دي زوندغوا اللي زوينين كنخرجوا فيه الوليدات ديالنا. تحياتي. شكرا لك. هرمنا من اجل هذه اللحظه ديال الافتتاح ديال الكره الارضيه. ايوا الحمد لله. شحال من عام ما دزتيش من تحت الكره الارضيه؟ احنا ولاد كازا دابا راه تقريبا شي مده شي 16 سنه دابا ما بقيتيش دزتي من تحت الكره الارضيه؟ ما بقيتش، دخلت تقريبا هنا. ودابا دخلتي؟ دابا حنا خدامين هنا، الامور غادا مزيان الحمد لله بخير وعلى خير. كيجيك هاد الرونق ديالها من الداخل؟ اش غنقول لك اخويا، هذا تقريبا راه من بين المناطق السياحيه ديال كازا، يعني راه هادي هي لاباس، هي السوتيران هادي من حلوة يعني الحمد لله جات مع الكوفيد، يعني غادي يجيو شويه مصاره، غايجيو التوريس، غادي تزدهر شويه الوقت. هادي هي المعلمة التاريخية اللي عندنا من بعد مسجد الحسن الثاني، هي هاد السوتيران تحلات راه الامور غادا مزيان. هاد الديكور اللي داروا فيها عجبك كمواطن مغربي؟ شنقول لك، باقي مازال كاينين تحسينات وكاينين دي موديفيكاسيون من القدام غادي يبانوا ان شاء الله، غادي باقي تعديلات. دويت مع واحد السيد دابا مسؤول قال لي راه كاينين تعديلات. بكل تواضع. واش نقول لك، امور غادا مزيان. اخ انت ولد المدينه؟ ولد المدينه القديمه بير. هرمنا باش دوز من تحت الكره الارضيه. حله جديده. كل جديده زوينه، انا عجبتني الديكور. انا دابا غدست بقيت كنشوف فيها. هبطتي شتي؟ لا ما هبطتش، ولكن شفت من الفوق، ولكن داكشي هائل الله يعطيهم الصحه. هادشي اللي بغينا، حنا بغينا بلادنا تزيد لقدام، ماشي على مدينه الدار البيضاء، المدن كامله ديال الدار البيضاء تزيان. وشحال من عام ما هوتيش من تحت الكره الارضيه؟ بزاف بزاف. لعبت فيها انا، لعبت فيها دينيفريد، لعبت فيها المينيكات، زيت منها الفلوس ديك الدراهم اللي كيطيحوا. لعبتي زديدي دي؟ لعبت زديدي دي، ما خليتش. انا قلت المدينه قلت لك عمت فيها، كانت تتعمر عمت فيها بحال البيسين، الدرب لعبنا فيها كوره بزاف. ديك الساعه ديك السويتي ولا ساعه لعبنا فيها ماتشات تاع عينا. ايامات حلوه، ولكن حله جديده عجبتني، جات زين على دابا. فهمتي شنو نقول لك؟ دابا هاد الحله اللي داروا واعره، بغا تعجب الناس اكثر، تحلوا المحلات وشي قهيوه تكون زوينه تما. الصيف ان شاء الله غادي دير بوم، غاتفرقع. غادير بوم؟ غادي ماشي تفرقع. الله يحفظ الله يحفظ. غادي زعما غادي دير تحيات. اخت دزتي من تحت الكره الارضيه؟ وي. هرمنا ياكي؟ وي. واعره بزاف. شي ديكور ديالها؟ واعره. استمتعتي؟ مزيان. شحال من عام دزتي من تحت الكره الارضيه؟ دابا شي من الكورونا. من كورونا؟ ويا راه قبال كورونا وهي مسدوده. عجبك دابا داك الشيء؟ واعرف. تخي بيان. وي. شكرا. ثانك يو فيري ماتش.